السلام عليكم. اليوم نقف على جانب من الأشغال نتاع الاستغلال نتاع منجم الحديد بمنطقة غار جبيلات، ونعطيكم فكرة عن الطريقة نتاع الاستغلال حاليا والأهداف المستقبلية، حيث أنه الآن الطريقة نتاع الاستغلال كما نشاهد في الصور هذه تتم بطريقة تقليدية، أي باستعمال الديناميت متفجرات ثم رفع كل هذه النتيجة تاع المتفجرات هذه في شاحنات عادية بواسطة لبان ميكانيك. هذو لبان ميكانيك يرفضوا هذه الكميات تاع المينري في شاحنات عادية، ثم يتم تجميعها في أماكن ووضعها في ساك كبار. العملية هذه الآن الإنتاج الحالي بهذه الطريقة تاع الاستغلال هو 200,000 طن سنويا، والاستغلال لن يكون استغلال فعلي للمنجم تاع غار جبيلات قبل وصول السكك الحديدية، عربات نتاع السكك الحديدية إلى موقع المشروع. عندما توصل السكك الحديدية والعربات نتاع السكك الحديدية لموقع الاستغلال تنطلق العملية الفعلية للاستخراج إذن منجم الحديد، وسوف يتم وضع معدات تركيب معدات لنقل هذه المادة من المنجم نحو العربات نتاع السكك الحديدية بواسطة ما يسمى بالطابي رولون. إذن قبل ما نوضع هذه المعدات نتاع الرفع وكذلك ما نوصل السكك الحديدية إلى موقع الاستغلال، فالاستغلال يبقى يعني تقليدي ولا يتعدى كما قلنا 200,000 طن سنويا. وعندما نوصل السكك الحديدية إلى موقع الاستغلال سوف تقفز العملية تاع الإنتاج من 200,000 طن سنويا إلى 2,000,000 طن سنويا في البداية نتاع الاستغلال. يعني حسب البرنامج المسطر هو البداية سوف تكون في 2026، مع نهاية 2026 سوف تنطلق العملية الفعلية نتاع الاستغلال نتاع أيضا الحديد. والآن العملية، علاش العملية تاع توصيل الخط السكك الحديدية راهي على قدم وساق؟ يعني رانا نصارع الزمن لنصل إلى موقع الاستغلال، يعني حفظنا كل الإمكانيات المادية والبشرية في يعني تجسيد إذن الخط هذا تاع السكك الحديدية لنكون عند الموعد في 2026 باش تنطلق العملية الفعلية نتاع الاستغلال نتاع الحديد كما قلنا، اللي سوف يقفز الإنتاج من 200,000 طن الآن سنويا إلى 2,000,000 طن سنويا في بداية الاستغلال إذن نتاع المنجم في نهاية سنة 2026. إذن هذا هو البرنامج ليصل في 2040، باش نزيدو نعطيو يعني الآفاق المستقبلية، هي في 2040 سوف يصل الإنتاج إلى 20,000,000 طن سنويا. إلى وللعلم أنه مخزون الحديد حاليا في منطقة غار جبيلات هو ثالث أكبر مخزون في العالم ب 3.8 مليار طن. إذن في هذا المخزون هذا هو 3.8 مليار طن إذن من الحديد الخام. إذن كل هذا سوف يتم استغلاله في على مدى 30 أو 40 سنة المستقبلية. وإذا نكتفي بهذا القدر من المعلومات، ويكون فيها فيديو آخر تحليلي نوضع المشروع هذا نتاع غار جبيلات في المحيط الجغرافي تاعو وفي الظروف العالمية نتاع الاستغلال تاع الحديد وآفاق التصدير تاعو والعلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وكل هذه الأمور سوف نستعرض لها في فيديو آخر إن شاء الله. إذا نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.